حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبعا شكرا للزميل ماجد الأسدي على هذه الجولة، من خلالها تعرفنا على آراء الناس حول موضوع هل تعامل الناس بالمثل؟ أني كقرار متخذته بحياتي أقول لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيب أصلك وإن لم يستحقوا، يعني حتى لو الطرف المقابل لا يستحق الإحسان، أنت عامله بطيب أخلاقك، بطيب تربيتك، بأصلك قصدك عاملة بالإحسان. إسراء إنه ما ننزل لمستواهم. عفية، ما ننزل لمستواهم، إذا أحد سألنا إحنا إذا سئنا إلنا إله راح ننزل مثل ما تقولين لمستواهم، خلي إحنا ناخذ تربيتنا ومعدننا وأصلنا نعامل الناس بطيب أخلاقنا، لا بطيب أخلاق يعني بأخلاقهم وبمثلهم. طبعا كثير من التعليقات النيرة اللي أنارت الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، ودائما نقول لكم يعني سر نجاح البرنامج هو من خلال تواصلكم ويانا أحبتي المشاهدين. أم سما تقول السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول أم سما الناس أجناس وأذواق وشخصيات مختلفة ومتباينة على كل الأصعدة، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ونحن نعيش وسط زحمة بلا حدود من تعدد الأذواق في التصرفات الموزونة وغير الموزونة، وبين هذا وذاك يجب أن نتعامل بكل صدق وأمانة بما نحمله من أخلاق وتربية وصفات سامية زرعها فينا الآباء والأسرة والمجتمع، إضافة إلى فرز معطيات الشخصية الحقيقية للفرد وما لها من آراء ودقة اختيار التصرف الصحيح وانتقاء الأسلوب الموزون مع الآخرين. لا يمكن التصرف بالمثل، بل التصرف بالعقل والحرص على مراعاة الذوق العام والخاص. أحسنتي وأيدك يا أم سما على هذا التعليق الجميل واللي به حقيقة فائدة، واعتقد نظريتك مثل نظريتي، يعني ما مختلفة بيها. اليوم انت مثل ما تقولين أنا عامل الناس بطيب أخلاقي وبأصلي وتربيتي، وهذا الشيء اللي احنا نريده. تعليق آخر وياك ليلى. نعم، الزهراء مولاتي تقول صباح الخير ثم ابتسم، فالصباح خلق للتفاؤل، اجعل الشمس تشرق في قلبك والنور يشع من داخلك تفاؤلا وثقتك بالله بأنه لن يخذلك. شكرا لك يا أختنا. كذلك حسين الكربلائي يقول صعب تعامل الناس بالمثل لأن مرات يسببون لك الإساءة، ولكن نتعامل معهم بطيبة واحترام. تحية لقناة كربلاء الفضائية والتحية المعتادة للأخ حسين. شكرا جزيلا لكم. نعم، هناك تعليق آخر. نعم، خادمة الحسين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام. لعله أصعب سؤال، لأن الحياة مليئة بالأمور، مرة أسأل عن السبب بأسلوب العتب، وكثيرا أترك من أساء وأعرض عنه حسب حدة الإساءة، ولكن لا أتعامل بالمثل، وأبسط الأمور لا شيء يستحق الرد بالمثل، وهذه سنة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لا يقابلون الإساءة بالإساءة، وهم خير دليل وخير مثال. فإن دققنا بالأمور وقابلنا كل شيء بالمثل تزدحم المشاكل والخلافات ولا سبيل للراحة أبدا. صحيح. أحسنتي. نعم. يعني وجهة نظر صائبة جدا جدا فعلا، يعني إذا كل شخص تعامل مع شخص المقابل من مثل أنه مثل ما أنت ما أنطيتني أنا ما أنطي، مثل ما أنت أذيتني بأمر فلاني أنا أيضا راح أذيك، راح تستمر المشاكل ويعني تظل الحرب قائمة، لا يمكن أن تكون لها نعم حل. ضياء الشمس يقول أو تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على كل مؤمن أن يتعامل بالتعامل الرباني الذي أمرنا الله به والذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. أيضا مرة أخرى تعلق الزهراء مولاتي بقول فن التعامل مع الآخرين، أوجزها التنزيل العزيز في جمل ثلاث: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحسنت. أحسنتم يا زهراء. نور الزبيدي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا نور. تقول المعاملة بالمثل إذا كان المعاملة في الخلق الحسن والمعروف والصدق والوفاء فلا بأس أن تكون المعاملة بالمثل، وإن زدت على صاحبك فهذا حسن وتكسب وده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولا أريد أن
إن ولا أريدك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك فحسب، وإنما أريدك أن ترتقي قليلا فتعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله جل جلاله. فالذي تريده من الله عز وجل افعله للناس كي يمنحك الله به. علي العراقي يقول: على هكذا مجتمع، نعم وأضعاف المثل، لأنه شعب لا يستحق الحياة، وبدون زعل أو تجاوز. يا أخي يا علي العراقي، إذا أنت كنت يعني منصدم من شخص معين أو من أشخاص معينين، فهذا الشيء يعني ليس من المفروض أن تعكسه على شعب كامل. وما يتعمم، يتعمم على الكل. صحيح. دائما لنأخذ نظرية العموم. هو جائز يعني منصدم من أشخاص مقربين إلى اللي هكذا تكلم كلمات. مرات صحيح. الإنسان اللي يصيب الخذلان فشوفي راح ينصدم من الناس كلهم. أنت ذكرتي شيء مهم إسراء، أنه شخص يتعامل بأصله بطيبة. هنا أحيانا تشوفين أنه شخص مأذيش، قد ما مأذيش تريدين تتعاملين معاه بالمثل مثل ما أذاني، لكن من تجين الواقع بنفس الوقت ما تقدرين أنت تتعاملين بأصلك. هناك أكفت بذرة طيبة في داخلك تربيتي عليها، نشأتي عليها، أنه أحب الخير للآخرين. صحيح. أتعامل معهم بلطف، بالتالي يعني كل إنسان يعني خلي احنا نرجع لدستورنا للقرآن الكريم. يعني هناك آية صريحة تقول بسم الله، يعني تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سمو أخلاقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح. يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتلك الأخلاق الفضيلة، لكان الدعوة الإسلامية مالته ما انتشرت بهذا الانتشار الواسع. لكن عامل الإساءة بحسن أخلاقه. فتجدين كثير من الكفار وكثير من المشركين عندما شافوا تعامل الرسول الإساءة بالأخلاق الحسنة التجأوا إليه. نعم. واعتنقوا الإسلام. يعني هنا أكو فد مشكلة، أنه الأبشع من هذا الشيء أنه لما تقدمين إحسان لشخص معين وبالتالي يعاملك أو يقابلك بالإساءة، هنا راح نتألم وننكسر، ويمكن راح ناخذ رد فعل أنه بعد من عامل الناس بالحسنة. صحيح. وهؤلاء الأشخاص هم قاطعي سبيل المعروف، اللي يخلون الشخص بعد ما يأمن أو يثق بأحد وينصدم صدمات كثيرة بحياته. فقدر الإمكان خلينا نكون أشخاص نتعامل بأخلاق طيبة، بسلوك حسن، حتى بالمقابل، لا أنه أنا أعم على نفسي وعلى غيري. صحيح.